يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توزيع الكتيبات التي تدعو إلى الإسلام توزيعها لغير المسلمين هل هو من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه؟ إذا كان يرجى إسلامهم نعم، هذا من الدعوة إلى الله، تعطيهم الكتيبات ليقرؤوها ويعرفوا عن الإسلام بلغتهم، أيضا تترجم بلغتهم، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. إلا القرآن، القرآن ما يعطى إلا للمسلم، لكن يقرأ على الكافر، يقرأ عليه ويسمع القرآن. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. نعم.